صباح الخير يا ماما. خير؟ واللي يشوفك يشوف خير منين ان شاء الله؟ ليه كده بس يا ست الكل؟ وبعدين جايه تقولي لي بكل بجاحه صباح الخير؟ قصدك يا حبيبتي مساء الخير، الظهر قدم من زمان. معلش يا حماتي، كنت سهرانه طول الليل مع علي، عمال يعيط مش عارفه ماله. انت اللي ام فاشله، ام خايبه مش عارفه تنيميه. معلش بقى يا حماتي، واحده واحده هتعلم. لك حمى. خلصي يا اختي، روحي حضري لنا الفطار، قصدي الغدا، بلانيله ستات هم. حاضر. رايحه فين يا معدوله؟ هحضر لك الفطار. مش تساليني يا اختي عايزه افطر ايه؟ معلش، تفطري ايه يا حماتي؟ انزلي هات لنا طعميه فول وبصل اخضر وجرجير. حاضر اللي انت عايزاه، بس خلي بالك من علي نايم جوه، لو صحي والنبي ابقي سكتيه. وانا مالي يا اختي، وانا كنت الخدامه بتاعتك ولا الداده بتاعته؟ ما شوف ابني، خديه على ايدك كده وانزلي بيه، ما احنا كنا بنشيل العيال وبنروح وبنجي وبنعمله كل حاجه. يا حماتي حرام، الولا نايم. وافرض صحي، هو ابنك ده بينام اصلا؟ بقول لك ايه، انا صاحيه مصدعه ومش ناقصاكي. روحي خدي ابنك وروحي هات لنا الحاجات اللي قلت لك عليها، وبيعدي يا اختي هات الغدا معاكي بالمره. اجيب الغدا دلوقتي ليه يا حماتي؟ يعني السوق بعيد، وانا كنت هجيب لك الطعميه والفول من تحت علشان بس نلحق نفطر. قولي لنفسك يا حبيبتي بدل ما انت صاحيه الظهر. هو بمزاجي يعني؟ لا بمزاجي انا. يلا خلصينا. بس انا هتاخر كده يا حماتي، وانت بتقولي ان انت جعانه وعايزه تفطري. تتاخري ان شاء الله، هي نص ساعه وتبقي هنا. نص ساعه؟ نص ساعه اروح السوق واجيب الحاجات واجي؟ لا يا حماتي مش هينفع، انا هتاخر جامد. عايزه لي ساعه ولا ساعتين. يا نهارك منيل، عايزه تفطريني العصر كمان؟ وتلحقي تعملي الغدا امتى يا حبيبتي للولد اللي تعبان شقيان ده؟ هلحق يا حماتي ان شاء الله. انا بقول انزل اجيب لك الطعميه والفول عشان تفطري، واروح بعد كده السوق براحتي. ايوه، ما انت عايزه تنططي كل شويه رايحه جايه. ماشي حماتي اللي انت عايزاه، انا رايحه السوق ورايحه اجيب لك الحاجات اللي انت عايزاها عن اذن. بص البت بتكلمني ازاي، والله لا خلي يومك النهارده مهبب. انا قلت له بلاش بلاش اتجوز العقربه دي، هو اللي قال لي بحبها وبزفتها. ماشي والله لا خلي ايامك كلها سوده، بس لما يجي ابني والله لا اقول له على كل حاجه بتعمليها، لا خليه ينكد عليك عيشتك. انا وراكي لحد ما اخليه يطلقك واجوزه بقى اللي انا عايزاها. قال لسه فكراني كل ده ما فطرتش، انا فتره من بدري. روحي بقى انت الشحطاتي بقى وخليكي جعانه، انا هوريكي وهسود لك عيشتك كده. قال ايه؟ تقولي يا ماما باكي ماو، يخرب بيت تقولي دمك، ايه ده؟ مش طايقاها يا ناس، مش طايقاها، مش عايزاها، بشوفها كده العفاريت كلها بتركبني. ابن ده لو يسمع كلامي ويطلقها، واصلا ما كانش اتجوزها من الاول. ماشي، ما انا ما عرفتش اربي، اما ادخل كده جوه ابوظ لها الدنيا عشان تيجي تتدبس في الترويق، عشان تقولي انا هلحق ما تخافيش. وهروح اصحى لها الولا المفروس اللي جوه ده، خليه بقى ايه يلخمها، يخليها مش عارفه تعمل حاجه. ولما يجي ابني اقول له انها صاحيه متاخر ونازله السوق قاعده لها ساعتين ثلاثه وسايبه الولا بيعيط، يخليه يبهدلها. اصحى يا علي، اصحى اصحى يا روحي. ايوه كده شاطر، وقوق يا حبيبي، خليك هنا عيط لحد ما اروح اشوف شغلي في المطبخ. ايه ده، الاطباق اتكسرت مني والكوبايات غصب عني، معلش بقى. خليها بقى تيجي تلم ازاز وتروق الحاجات اللي انا عملتها دي، بلا وجع قلب. يا لهوي، ده علي صحي. انت جيتي يا معدوله، كل ده بتعملي ايه؟ ابنك عمال يعيط من الصبح، والمطبخ اتكسر فيه اطباق وجوه وكوبايات، روحي لميهم والحقي حضري الغدا وروقي الدنيا دي. حاضر حاضر يا حماتي، سكت الولا بس الاول. بس يا حبيبي بس نام يا روح. بهدلت لها الدنيا وخليتها ولا يصحى ولا هتعرف تعمل حاجه، انا وراكي والزمن طويل. اروح بقى اقعد عند جارتنا لحد ما ابني يجي، انا ناقصه وجع دماغ. بس يا حبيبي مالك، ايه اللي حصل لك بتعيط ليه كده؟ نام يا حبيبي، ربنا يهديك، او اسكت حتى شويه، خليني اروح اشوف اللي ورايا. ابوك زمانه جاي وما عملتش حاجه من الصبح. هي فين حماتي دي؟ كانت زمانها شالت الولا لحد ما انا اعمل الغدا. اما اروح اشوفها عند جارتنا ولا اتصل بيها احسن. الو، ايوه يا حماتي، انت فين؟ ليه عايزه مني ايه؟ انا كنت عايزاكي بس تيجي تقعدي مع الولا شويه لحد ما علق على الغدا. هو انت فاكراني خدامه عندك ولا ايه؟ سامعه يا ام حسين؟ سامعه بتقولي ايه؟ انت عايزاني اروح اخدمها. تخدميني ايه يا حماتي؟ انا بقولك تقعدي بالولا بس، ما تعمليش حاجه. شفتي شفتي مبهدلاني ازاي؟ حتى لما اجي اقعد عندك شويه مش سايباني في حالي. الوحده يا اختي اتجوز ابنها عشان تستريح، وانا جوزت ابني وتعبت. ايه ده، هو ايه اللي حصل لكل ده؟ كل ده عشان بقولك تقعدي مع الولا وكمان بتغلطي فيا؟ سامعه يا ام حسين، خليكي شاهده بقى. اغلط فيكي ايه؟ انا عملت لك حاجه؟ وايه لازمتها تقولي لام حسين وتفضحينا وتطلعي اسرارنا بره؟ هو انا عملت لك حاجه يا حماتي؟ حسب الله ونعم الوكيل فيكي، اشوف فيكي يوم يا بعيده. دايما كده منكده عليا انا والولا. ايه اللي انت بتقوليه ده يا حماتي؟ انت في حاجه في دماغك ولا ايه؟ يعني انا مجنونه يا قليله الادب يا اللي ما تربيتيش؟
ماشي والله، لما يجي ابني لوريكي وهقول له ان انت فرجت عليا الشارع. انا امال انا هوريكي يا حبيبتي، لو اهلك ما عرفوش يربوكي انا بقى هربيكي. الو يا حماتي. وبعدين بقى هو انا كنت ناقصه امر لله اروح اسكته جوه ولا احطه جنبي وخلاص واعمل الاكل؟ الراجل ملوش ذنب برضه. يا تنكا. ايه يا حموكشه، حضرت الغدا؟ ايوه حضرت. مالك في ايه؟ اقول له على اللي حصل؟ بس لا، الراجل جاي من بره تعبان، لسه هقعد احكي له في مشاكل؟ لا بلاش، خليه، مش عايزه انكد عليه كل يوم. مفيش حاجه، بس ابنك تعبني شويه. معلش يا حبيبتي، كلها كام شهر ويكبر شويه وهيهدى. ماشي هروح احضر لك الغدا. هي ما فين؟ عند جارتنا. طب ما تروحي تنادي عليها عشان تتغدى معانا. حاضر يا حموكش. ولا اقول لك انا هروح انادي عليها، روحي انت حضري الغدا. حاضر. انت جيت يا ابني؟ ايوه يا ماما، انا كنت لسه رايحه اناديكي. اكيد طبعا قالت لك المعدوله، واكيد قالت لك كل الكلام اللي هي قالته لك ده غلط، وانا معايا شهود. قالت لي على ايه يا ماما؟ ما قالتليش حاجه. هو في ايه بالظبط؟ طبعا هي هتقول لك ازاي، هي عليها عين تقول لك. ايه اللي حصل يا ماما؟ قولي لي. مراتك فرجت عليا الشارع وسمعتني كلام ما يعلم به الا ربنا، وانا اقول لها يا بنت عيب، يا بنت ما يصحش، انا قد امك ابدا، عماله تزعق وتشتم. ايه تنك عملت كده؟ او ربنا، هو لو مش مصدقني اسال ام حسين، كانت سامعه كل حاجه وسمعتها وهي بتكلمني وبايه وعماله تديني، وانا اقول لها يا بنت عيب، انا اخدمك برضه، ده انا كبيره، هو انا كل ما اقعد شويه مع ام حسين تناديني؟ يرضيك يا ابني عايزه نخدمها في السن ده؟ لا طبعا يا ماما ما يرضينيش. مش انت يا ابني اتجوزت وقلت لي ان هي هتخدمك، مش هتخليكي محتاجه حاجه، وان انت زي امها؟ مفيش ابدا، انا بعتبرها زي بنتي، لكن هي مش بتعتبرني زي امها خالص. والله يا ابني انا ما كنت عايزه اقول لك وانكد عليك. ازاي؟ لازم تقولي لي طبعا، انا قاعد في الشغل مش شايف حاجه، وما ينفعش تتبهدلي وانا مش موجود. والله يا ابني انت كفايه اللي انت فيه ده، انت شقيان وتعبان، كمان اقعد اشيلك في هموم؟ حقك عليا يا ام تنكا، انت هنيله. ايه يا حموكشه في ايه؟ انت ازاي تزعقي لامي وتغلطي فيها؟ انت اتجننتي ولا ايه؟ ايه انا زعقت فيها وغلطت فيها؟ ابدا والله والله، هي بتقول ان انت فرجتي عليها الشارع، وكمان ام حسين شاهده. وربنا يا اخويا ما طلعت الشارع النهارده غير ان انا اروح السوق واجي، والنعمه ما حد سمع صوتي ولا زعقت لها ولا كلمتها. انا بس كلمتها في التليفون قلت لها تيجي تشيل الواد لحد ما اروح اعمل الاكل، عشان الدنيا كانت بايظه والاطباق متكسره والاكل ما اتعملش، واتاخرت في السوق، اعمل ايه بس؟ قصدك ايه يعني ان امي تكذب؟ شفت يا ابني، وكمان بتكذبني في السن اللي انا فيه ده. انا هنادي لك ام حسين، هي هتقول لك على كل حاجه. لا طبعا يا ماما مصدقك، تنادي ام حسين ليه وانا اصدق ام حسين واكذبك انت؟ لا طبعا. بقول لك ايه، انا قلت لك ان امي فوق راسي، واللي زعل امي كانه زعلني، وقلت لك تحطيها جوه عينيك وفوق راسك، انت فاهمه؟ والله ده اللي بيحصل، وحطها فوق راسي وبعملها زي امي بالظبط، ومهما بتعمل ما بردش عليها، وبقول لها حاضر ونعم، ما بغلطش فيها والله يا حموكشه. انت ما بتغلطيش فيا، انت حطاني فوق راسك، انت عامله زي امك يا كدابه. بقول لك ايه يا بنت الناس، لو هتزعلي امي تاني مش هيبقى في عيش بيني وبينك، انت فاهمه؟ فضها سيره وكل واحد يروح لحاله. انا قلت لك ان امي خط احمر. بقول لك والله بعملها كويس، وما زعقت لهاش ولا عملت لها حاجه، اعمل ايه بس عشان تصدقني؟ اسمعي اللي بقول لك عليه، امي خط احمر، انت فاهمه؟ ما تغلطيش فيها ولا تبصي لها وتقولي لها حاضر ونعم وتعملي لها كل حاجه، مش عايزه اشوف امي بصي بتشيل اشياء من الارض، انت فاهمه؟ حاضر حاضر يا حموكشه، مع اني ما عملت لهاش حاجه بس ماشي. معلش يا ام حقك عليا، وادي دماغك اهي انا ببصها، واي حاجه تزعلك تاني تيجي تقولي لي عليها. عشت يا ابني ربنا يخليك، يلا بينا عشان نتغدى. لا يا ابني ماليش نفس، اقسم بالله ما يحصل، ولازم تاكلي قبل مني، ولو ما اكلتي والله ما انا واكل. خلاص يا ابني هاكل عشان خاطرك. اعمل ايه بس يا رب؟ والحل ايه؟ انا تعبت، عملت كل حاجه ممكن تتعمل، قعدت اسايسها وراضيتها وجبت لها هدايا واتكلمت معاها وبعمل لها كل حاجه، اعمل لها ايه بس تاني عشان ترضى عليا؟ حد يقول لي الحل ايه؟ يا ريت اللي عنده حل يقوله لي في التعليقات. دي مشكله من مشاكل الحموات، واللي عنده حل يا ريت يقول عليه. ده اول جزء من حكايه الحموات، ولسه في حكايات تانيه كتيره هنتكلم عنها في الحلقات الجايه ان شاء الله، بس المهم تقولوا لي الحل ايه. ما يلا يا ست هانم عشان تغرفي الاكل وتشوفي ابنك اللي جوه ده، ولا قوم انا يا ابني اغرفه وخلاص. لا طبعا هي اللي هتغرف. يلا يا ست هانم اخلصي. حاضر حاضر يا رب، الحل من عندك. كملت كملت، ما انا كنت ناقصه. تعالي شوفي الواد، حضري الغدا. يلا يا اختي عشان تغسلي المواعين اللي جوه دي. يا لهوي الحقوني يا رب رحمتك والنبي يا رب.